يعني حضرتك ذكرت نقطة في غاية الأهمية، أن هناك ما زال العلم يبحث وراء يعني بعض الأمور التي لم تتضح إلى لم الآن تتضح إلى وأشار الآن. إليها القرآن الكريم. صحيح. لو حبينا نتكلم دكتور محمد عن علاقة العقل بالإدراك، وخاصة يعني هناك أيضا معتقدات لا أعرف مدى صحتها، يعني حضرتك توضحها لنا، أن القلب هو من هو العضو المسؤول عن الشعور وعن الحب وعن الإحساس وعن الكره وما إلى ذلك. أيضا وإحنا بنتكلم عن علاقة القلب والإدراك، هناك بعض الأشخاص الذين يقومون بأعمال خفة الحركة ويعتمدون فيه على ذلك في خداع البصر، فريد حضرتك توضح لنا ما هي العمليات العقلية التي تحدث في الخداع البصري وأيضا في التحكم في المشاعر. بخصوص الخداع البصري وكده، احنا نقدر نقول ان العقل الواعي هو بمثابة الحارس او البوابة لكل ما يثير السلوك لدى الانسان او عملية الادراك. فالجسم اصلا ما بيحاولش ان هو يعني كعمليات عقلية ما يقدرش يقوم بوظيفتين في وقت واحد. يعني انا ما اقدرش اتكلم معاك وفي نفس الوقت اتكلم في مكان تاني، فما اقدرش اقوم بوظيفتين في وقت واحد. ولذلك يعني سبحان الله، يعني بيقول لك وما جعل الله لرجل من قلبين في جوف، يعني حتى العمليات العقليه ما نقدرش. فالساحر بيعتمد في خفه الايد ان هو يلفت الانتباه بنسبه 100% وهو يبدا يعمل حاجه من الناحيه التانية. انا شاهدت بعض المواقف لساحر يستطيع ان يجردك من ممتلكاتك الشخصيه، بالظبط الساعه والحافظه النقود، وانت يعني لا تدري، لان هو يستخدم في ذلك فقط العمليات العقليه والخداع البصري، لانه هو اعلم بالعقل، اعلم بماهيه السلوك وماهيه التفكير والادراك. يعني انت لا تقدر على ادراك شيئين في وقت واحد، وبالتالي هو بيخطف انتباهك. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال يعني حتى في موضوع السحر، يعني سحرت اعين الناس، يعني ما العمليه كلها خداع بصري ولفت انتباه وكده، وعمليات عقليه، وعمليات عقليه العقليه المختلفه بالظبط.